ليكي شيرلين، أنا بعرف كل الحقيقة بخصوص الحمل تبعك، وكمان بعرف كتير منيح أنك مخبية القصة عن كل الناس بالبيت هون. أنت ما بدك أبداً حدا يعرف حقيقتك، بس أنا بعرف كل شيء. المرسل فاعل خير. هذا الشيء بيعني إنه في سر بخصوص الحمل تبع شيرلين. شو القصة؟ لحظة بس، شو الحقيقة بخصوص حمل شيرلين؟ لهلا أنا ما فهمت. الحقيقة بخصوص حمل شيرلين ما بعرف هالشي كمان، بس ممكن إنه هذا يلي مسمي حاله فاعل خير بيعرف شيء أكتر من هيك كمان. في شغلات معينة نحنا منعرفها بخصوص شيرلين بس عيلتنا ما بيعرفوها أبداً. هو كان عم يهدد شيرلين بشكل كتير واضح على أنه هو يلي راح يكشف سره. معقول أكشي هو اللي بعت الرسالة؟ يمكن عنده علم بشي نحنا ما منعرفه عن شيرلين بالمرة. أي كل شي وارد، وأنا مثلك سمير بعتقد أنه أكشي هو اللي بعت هالرسالة لشيرلين قبل ما ينقتل، بس شيرلين ما قرتها لهي الرسالة لأنها مسكرة. أكشي أكيد بيكون عرف أنه كل الخطة تبعه ما نجحت أبداً، لهيك هو اتصل مكالمة لشيرلين وبعد ما سكر حفظ الرقم باسم الضحية رقم 3. يعني هو كان عم يخدعها بالنهاية، وكانت غايته من كل هذا التصرف يلي عمله معها أنه يهددها كرمال المصاري. طيب شو السر من وراء قصة الحمل تبعه وحقيقته كمان؟ ألو؟ ماشي. طيب شوفي بريتا، شوفي رح ينقلوا كاران على سجن تاني بكرة. لشو؟ وأنا شو بيعرفني؟ رح أخذ الجواب لما أروح لهني. المهم نحن متأكدين بخصوص شغلة إنه أكشي كان عم يهددها لشيرلين وكان بيعرف شي بخصوص حملة. بريتا أنا كنت عم فكر سمير، إذا نحن هلأ منلاقي شي دليل بأثبت إنه شيرلين هي راحت لتشوف أكشي باليوم يلي بريتا راحت لتشوفه، وقتها نحن رح نقدر نعرف كل أسرار شيرلين اللي كانت مخبيتهم، وممكن نقدر نكشف أسرارها. يعني شيرلين كانت كل هالفترة عم تخبي شي ونحن ما عنا علم فيه، بس هاي الرسالة أكبر دليل، يعني شي أكيد رح نقدر نعرف شو اللي صار هداك اليوم، وبالأخص بغرفة أكشي وتظهر الحقيقة كلها. ما بعرف ليش هلأ حاسة إني لازم روح وأحكي بشكل شخصي مع البنت اللي اسمها ميجا. ميجا كانت الشخص الوحيد اللي قريبة من أكشي قبل ما يموت. شو ما كان صاير بحياة أكشي، بظن إنه ميجا بتعرف كل شيء قصص صايرة، واحتمال تكون بتعرف بخصوص هالرسالة كمان، ويمكن ميجا بتعرف بخصوص قصة الحمل تبع شيرلين، وممكن هي بتعرف بخصوص هذا السر. لهيك أنا رح روح شوف ميجا وأحكي معها. بريتا أنا رح روح معك. طيب ماشي، أنا رح وصلك على البيت بطريقي. عفواً، مو هذا الشي اللي قصدته. أنا رح روح معك كرمال إنه نشوف ميجا سوا. سمير خليك عم تراقبها لشيرلين.